تتميز الوثائق العدسانية بتنوعها وشمولها كافة مناحي الحياة، ولا سيما قضايا الميراث والوقف الخيري والوصايا الشخصية وبيوع البيوت والعقار. ومن هنا فإنه قلما يخلو بيت من بيوت أهل الكويت قديماً من وثيقة عدسانية. وفي كتابه وثائق الوقف الكويتية يورد الباحث الدكتور عادل العبد المغني عدداً من وثائق الوقف في جزيرة فيلكة، ومن بينها وثيقة بخط قاضي الكويت محمد بن عبد الله العدساني، يرجع تاريخها إلى عام 1887 ميلادية، ومضمونها أن المحسن الكريم إسحاق بن إبراهيم أوقف نخيله في جزيرة فيلكة والأرض التي حولها من 4 قطع من الأرض في منطقة سعيدة على أهله وعائلته وذريتهم، وهذا بحد ذاته وقف ذري. وذكر في الوقف المشار إليه إذا انقرضوا، ويعني بذلك الذرية، يكون الوقف لمسجد سلطان، وأوصى بأضحية وإطعام الفقير كل عام. وقف الحضور وجزيرة فيلكة. وفضلاً عن الوقف في أشجار النخيل، نجد وثيقة أخرى تتناول جانباً آخر من أعمال الخير والمتمثل في وقف الحضور، الوثيقة بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني، وترجع إلى عام 1894 ميلادية، وتذكر أن المرحوم بإذن الله مساعد بن مسعود المجمد قد أوقف حضوره في جزيرة فيلكة لأبنائه وبعدهم ذريتهم، فإن انقطع النسل فيما بعد فتكون الحضور وقفاً لمسجد السوق. والحضور جمع حضرة، وهي عبارة عن جدار من عيدان القصب أو البامبو أو عيدان سعف النخيل، تربط بعضها إلى بعض بواسطة الحبال وتثبت كجدار قائم على الساحل داخلاً في البحر، بحيث يكون محور هذا الجدار عمودياً على خط الساحل. وفي نهاية هذا الجدار داخل البحر هناك ما يسمى بالسر التابع للحضرة، وهو جدار دائري الشكل تدخله الأسماك في حالة المد وتبقى محبوسة فيه. ويشير الدكتور عادل العبد المغني أن الحضرة قديماً تدر دخلاً جيداً على أصحابها، كما أن أثمانها تفوق أضعاف أثمان الأراضي في ذلك الوقت. ومن هنا تتضح أهمية هذه الأعمال الجليلة في وقف الحضور على أعمال الخير عبر العديد من الوثائق التي دونها القضاة من آل العدساني على مر أعوام عديدة. سعد بن عبد الكريم ومنصور الأنبعي. وفي وثيقة عدسانية ذات صلة بالتوثيق العقاري نجد تأكيداً لحالة مبايعة بين سعد بن عبد الكريم وعمته خضرة أم عائشة من جهة، ومنصور بن حسين بن عيد الأنبعي من جهة أخرى. الوثيقة ترجع إلى عام 1913 ميلادية، وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني، وجاء في نصها: السبب الداعي إلى تحرير هذه الوثيقة هو أنه قد حضر لدي سعد بن عبد الكريم وأقر إقراراً شرعياً بأنه قد باع أصالة عن نفسه
وباعت عمته خضرة أم عائشة على حامل هذا الكتاب منصور بن حسين بن عيد الأنبعي، وهو أيضا قد اشترى منهما ما هو ملكهما، وهو قطعة من بيتهما الواقع في محلة دروازة الفداغ من خارج. ثم تذكر الوثيقة أسماء الشهود وحدود المبيع تفصيلا، كما تذكر ثمن البيع وهو 200 ريال. ويتضح من هذه الوثيقة أن حالات بيع العقار قديما قد تشمل بيع جزء من البيت وتوثيقه، وكذلك البيع بالأصالة والإنابة، وكل ذلك يقدمه القاضي العدساني في صيغة شرعية واضحة لا لبس فيها. دروازة الفداغ. تتضمن الوثيقة العدسانية السالفة ذكراً لموقع البيت، وهو محلة دروازة الفداغ بالحي القبلي من مدينة الكويت القديمة. الدروازة كلمة فارسية تعني باب، والمقصود هنا إحدى بوابات سور الكويت الأول. وثمة اختلاف بين الباحثين بشأن إنشاء هذا السور وعدد بواباته، ففي حين يذهب باحثون إلى أن له 5 بوابات، يرجح الباحث عادل العبد المغني أن له بوابة واحدة فحسب، وذلك لصغر حجمه، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى عائلة الفداغ، ونظراً لقربه من منزل الشيخ سليمان بن حمد الفداغ. وفي وثيقة عدسانية أخرى بتوقيع قاضي الكويت عبد الله خالد العدساني، نجد ذكراً لدروازة الفداغ، كما تحدد الوثيقة موقع البوابة الذي هو بالقرب من مسجد الساير. وموقع المسجد المذكور في الوثيقة يقع حالياً بالقبلة أمام تقاطع إشارات المرور في الساحة المعروفة ببراحة بن سبت. ويذكر يوسف بن عبد المحسن التركي في كتابه لمحات من ماضي الكويت أن دروازة الفداغ تقع حالياً في شارع علي السالم بالقرب من المدرسة القبلية للبنات.